أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: كيف يطيل المؤمن غرته في الوضوء كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ المؤمن يغسل الوجه كما أمر الله جل وعلا، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، وأما عرضه فهو من الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. وأما تطويل الغرة والتحجيل فهذه زيادة من الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه، ولم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.